معايا الأستاذ أحمد الدسوقي، مدير مدرسة أحمد إبراهيم الابتدائية في قرية كفر أبو ناصر في الدقهلية. برحب بحضرتك، مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه رأيك في كلام الوزير الأول؟ الوزير كلام محترم جدا. سياسة التعليم الجديدة ديت يعني لو استمرت على نفس المنوال مصر هتاخد مكانة مرتفعة وسط العالم. جميل. وموضوع الدروس الخصوصية ده هيختفي؟ الدروس الخصوصية مش هتختفي إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وإن إحنا هنقضي عليها بالنظام التعليمي الجديد. النظام التعليمي الجديد اللي هو هيبقى الامتحانات عن طريق التابلت أو عن طريق الامتحانات الإلكترونية، خلاص هتبقى أوتوماتيك، هنقضي عليها لوحدها. لوحدها. طيب نسيب الموضوع المهم اللي كان بيتكلم فيه الوزير ونروح لموضوع برضه مهم اللي هو موضوع يوسف محمد في سنة رابعة. حضرتك اكتشفت ان يوسف بيساعد يعني والده وساعد اسرته، بيبيع ترمس مش كده؟ ايوه. مين اللي قال لحضرتك؟ الموضوع كله بيتلخص ان انا بتمشى او بشتري حاجات في شوارع ديكيرنس مدينه عندنا، فلقيت اصحاب المحلات، اصحابي كابتن جمال، فبقول لي التلميذ ده عندك في المدرسه، فندهت عليه تعالى يا حبيبي انت اسمك ايه، ما تكسفش مني. فقال لي انا عارفك يا استاذ احمد، ولقيت التلميذ اترمى في حضني وسلم عليا وباسني، انت اسمك ايه يا حبيبي؟ قال لي اسمي يوسف. بصته وصممت تاني يوم اكرمه في الطابور واوقفه قدام زمايله واقول لهم ده نموذج مشرف. يوسف نموذج مشرف لاي مصري، نفتخر بيه، نفتخر بيوسف. حبيت اقول لشبابنا لاولادنا ده نموذج عملي رغم تفوقه الدراسي. يا شباب اخلق فرصتك بايدك، يوسف هو حكايه مشرفه لكل مصري. بس في نفس الوقت يا استاذ احمد، طبعا احنا يعني عارفين اكيد الظروف صعبه وكده، لكن يوسف في سن ما المفروض انه ما يشتغلش يعني علشان دي تسمى عماله اطفال. يعني ماشي. يوسف في سنه رابعه يعني عنده كم سنه؟ 10 سنين تقريبا؟ 10 سنين. 10 سنين. فيعني علشان بس الموضوع ما يبقاش ان احنا كاننا بندعم عماله الاطفال. احنا ما بندعمش لكن عماله لكن الاطفال. لكن روح يوسف، الظروف حكمت عليه كده. بالظبط. احنا خلقنا من طفل صغير راجل. بالظبط. بس الطفل المفروض انه يعيش طفولته، يعني ده يعني في علم التربيه زي ما بيقولوا. لكن طب انا اقول هقول لحضرتك على حاجه صغيره، اتفضل. معلش. يوسف انا قاعد معاهم، فاحد اقاربه اداله مبلغ صغير، فبقول له هتعمل بيه ايه يوسف؟ قال له هديه لابويا، لا لان هو ظروف يعني ابويا مش قادر. هو بسم الله ما شاء الله، يعني هو ناضج يعني، بس احنا زي ما بنقول احنا الطفل المفروض يعيش طفولته، لكن لكن ايوه الظروف، حضرتك. الظروف طبعا لا حكمت. احنا الحمد لله قررنا المدرسات اللي على يوسف في المدرسه بندي مجموعات تقويه، بدرولي وجولي للمكتب وقالوا لي كل فلوس يوسف بتاعت المجموعات التقوية اندفعت. طب الحمد لله، ده دي خطوة رائعة وبنحييكم وبنشكركم عليها. أنا عارف إن يوسف جنب حضرتك مش كده؟ أيوه يوسف جنبي حضرتك. طب أكلمه لو سمحت. بس أمنيتي بقى إن يتكرم. تمام. يعني السيد الوزير قاعد وسامعني دلوقتي. تمام. يا ريت. تمام. النموذج ده هو فخر لكل شبابنا، لكل أولادنا. تمام يا أستاذ أحمد، نكلم يوسف. يا تعالى يوسف. يا يوسف. يا يوسف. الو، ازيك يا يوسف؟ الله سلام. انت في سنه كام؟ في سنه رابعه؟ في سنه رابعه. الناس بيقولوا عليك انك انت شاطر في المدرسه. بتقول ايه؟ انت شاطر في المدرسه، بتذاكر كويس يعني. الحمد لله. والمدرسين مبسوطين منك؟ طيب الحمد لله. قول لي يا يوسف، ايه اللي خلاك فكرت انك انت تبيع ترمس في الشارع؟ والله الصراحة شفت أبويا ظروفه وحشة، فقررت إن أنا أطلع معاه في الشغل. أنت أبوك بيشتغل إيه؟ طب بيشتغل معايا في الترمس، بس الوقت شغال على توك. على توك توك. أنت أكبر إخواتك يا يوسف؟ لا. عندك كام أخ؟ ما عنديش ولا أخ. عندك كام أخت طيب؟ ولا أخت. يعني أنت الوحيد؟ طيب يوسف، انت يعني عايز تطلع ايه بقى لما تكبر؟ دكتور. ان شاء الله تطلع دكتور، واحسن دكتور باذن الله. شكرا يوسف، انا مبسوط جدا انك انت يعني ان انا اتكلمت معاك.
وربنا ان شاء الله يحسن ظروف الوالد وتتفرغ انت لدروسك ومذاكرتك. وخليني اشكرك واشكر الاستاذ احمد الدسوقي مدير مدرسه احمد ابراهيم الابتدائيه في قريه كفر ابو ناصر التابعه لمركز ديكيرنس في الدقهليه.